السلام عليكم حبايب قلب، شلونكم؟ ونرجع وياكم بخبطة جديدة حسب طلبكم، ثالث مرة انشر بالقناة خبطة العلش والنعناع. اليوم تحديثها الجديد، للأسف اكو نوع من الانواع من المعسل ضرب، جودة مالته نزلت، يعني بعد ما يستخدم نهائي، بعد الا ما الشركة تحس بيه او تعالجه. هسه راح اشرح لكم ان شاء الله عن خلطة العلج والنعناع او علج السادة. اكو عالم تحبها علج، او اكو عالم تحبها بنعناع هواية، اكو عالم تحبها بنعناع قليل حسب الرغبة. فهنا نجي نشرح لكم اليوم، عندنا علج فاخر وعندنا علج مزايا وعلج فخامة، دول ثلاثتهم علج تقدر تدخلهم واحدهم عادي بشكل طبيعي خلطة مع العلج، لكن يعني فاير ما بيها طعم قوي. شو نسوي احنا؟ نقدر نضيفها، نكسر لها بعلج نعناع فاخر نخلي وياها، صارت علج نعناع قليل. نجي مثلا نريدها بعلج نعناع يعني طبيعية، نعناع يكون قوي، نخلي علج النعناع الفخامة وعلج النعناع التاج. هاي هنا انتهينا. عدة كوفيات طبيت بعدة مكانات، طبيت من الشمال للجنوب، الجنوب يحبون بها نعناع هواي لأنه حتى نعناع سادة يخلوا لها، أما بالشمال خلفات يعني ومعروفين، قسم يخبطها ويخلي بها فراولة، قسم يخبطها ويخلي بها باكيت ينفوخ، قسم يخبطها ويخلي بها فانيلا على مود يروح الشحطة. فيا عزيزي انت من جاي تخبط واسمك خلفه وإلك سمعة وهاي، فكل الأحوال تريد تبردها دبلها علج نعناع فاخر، او تريد تسويها حلوة دبلها علج نعناع فاخر. هاي هنا انتهينا من الموضوع. نجي اليوم يعني مثلا علج السلطان، طبعا من عشاق العلج السلطان انا، بس للاسف بهاي الخطة ماكو علج السلطان. جت فترة ضربوه وغلط من الشركة، انه كانوا بده يشتغلون بالطبخ وبالسلجرينات وبلاي، وصايرة غلطة عندهم بالجهاز ما منظفين، فضربت صارت بوبي. هسه بالجديد لا طعم لا رائحة، طبعا هو بس للخطاط يستخدم. الشركة هي يعني عندي يعني عدة اصناف مشتغلة كلش طيبة، بس للاسف هاي الوجبة فنش، ما ذبيتها لان السلطان مضروب حاليا فما يفيد، فما ذبيته. فنصيحة لحد يستخدمها هالفترة، إن شاء الله انتظروا من عندي الفيديو الجديد اللي راح أسولف لكم عنه. أما بالنسبة للخبطة هي هاي، يعني هاي مكوناتها، أنا خابطها شخصيا أخبط حتى شنو. بعد دزوا رسائل على الخاص على السناب، هاي شلون تفضح خبطات شلون. هاي عزيزي خلي العالم تستفاد، مثل ما تحب لنفسك حب الغير، مثل ما تحب لك حب لأخيك. فانا احب اخلي العالم كلها تستفاد، وما محتاج القناة مال يوتيوب ولا محتاج فلوسها ولا هاي، بس مجرد انه شنو واسي بيها صارت، وش اريد؟ اريد اوصل ال1000 مشترك، اريد افتح بث مباشر واسولف لكم وكل شيء راح اسويه. وانا ما احب اطول الفيديو، بس اليوم لكن حبيت اطول الفيديو على مود افهمكم اي خطة تعجبكم قولوا لي بيها. لا تنسون الاشتراك واللايك اهم شيء للقناة، اريد لايك. هذا اخير فيديو لفترة اللي أعبر 1000 مشترك، أو لا سامح الله ضغطت عليه احتمال أنزل بعد خطات. وتحياتي للجميع، تعليم خطات النراقيب.